اللي هو اللي بعد كده ده هو ايه؟ اليونيكود اللي هو عباره عن الاسكي كان 1 بايت 8 بيتس واليونيكود كان 16 بيت وهكذا. جينا بعد كده قلنا ان احنا الكمبيوتر بتاعي او كلام الكم في النهايه لازم يبقى عباره عن ديجيتال سيركت، فانا لازم اديزاين الديجيتال ايه؟ سيركت. طب الديجيتال سيركت دي عشان اعرف اعمل لها ديزاين فكنت انا اتعلمت بدايه الايه؟ البوليان الجبرا. برضك تاني البوليان الجبرا ازاي؟ زي ما احنا كنا في المدرسه زمان خالص ابتدينا اتعلمنا ايه؟ الجمع والطرح والضرب والنسبه. دي اساسيات صح كده بالظبط؟ احنا كنا اتعلمنا الاساسيات بتاعت ايه؟ البوليان الجبرا. وكنا قلنا الاساسيات بتاعت البوليان الجبرا اتكلمنا عن الاند والاور والاكس اور والنوت اند صار. وكنا قلنا ان اي بوليان فاليو اي بوليان فاليو سميته اكس سميته واي ليه اي ناس القيم بتاعته يا اما 0 يا اما 1 يا اما 0 يا اما ايه؟ يا اما 1. وكنا قلنا ان الاوبريشنز بتاعتي الاوبريشنز بتاعتي الناتج بتاعها لازم يطلع ايه؟ 0 او 1 لازم الناتج بتاعها يطلع ايه؟ 0 او 1. وكنا اتعلمنا بقى البوليان اكسبريشن. البوليان اكسبريشن عباره عن ايه؟ عباره عن اكسبريشن بيحتوي على البوليان فاليوز. كنا شفنا ازاي ان احنا نتعامل معاه ازاي؟ نتعامل معاه ازاي؟ يعني ازاي ننفذ العمليات اللي هي بتاعت الاند وور والاكس وور اند سو اون والنوت، وبعد كده نعمل سمبليفيكيشن اكسبريشن. كنا احنا ايه؟ عملنا سمبليفيكيشن او ممكن نسميها ريدكشن. نسميها ايه؟ ريدكشن. طيب. بعد كده قلنا ان في النهايه انا بعمل سيستم، السيستم ده ليه انبوت وليه اوتبوت صح؟ اتعلم بقى من دلوقتي، اتعلم بقى من دلوقتي، أي سيستم بالنسبة لي بقى هنا عبارة عن صندوق، ليه انبوت وليه ايه؟ وليه اوت. الانبوتس بتاعتي عبارة عن ايه؟ اللي هي البوليان فاليوز برضه، اكس وواي وزد اند صوت، أو اكس واحد واكس اثنين لحد اكس أي عدد. الناتج بتاع السيستم أو الاوت بتاعي عبارة عن واي واحد وواي اثنين اند صوت. إيه علاقة الاوت والانبوت؟ هي فانكشن. زي ما اتفقنا قلنا علاقه الاوتبوت والانبوت ايه؟ فانكشن. وكنا قلنا ان بدايه وصف السيستم ده بدايه وصف السيستم هي التروث تيبل. صح ولا لا؟ يبقى البدايه عباره عن ايه؟ التروث تيبل. طب التروث تيبل عباره عن ايه؟ كل القيم المحتمله للانبوت. يعني القيم المحتمله للانبوت عندي انبوت اسمه اكس واوتبوت اسمه واي. الاكس دي انت امتى اتفقنا هي بتاخد يا اما ايه؟ يا اما 1 و 0. لما الاكس تبقى بوان الاوت عايز يبقى بكام؟ لما الاكس تبقى بزيرو الاوت تبقى بكام؟ وهكذا ده بنسميه التروث تيبل. ده بنسميه ايه؟ التروث تيبل. وكنا من التروث تيبل ده اتعلمنا حاجه اسمها الميد تيرم عايز ايه؟ الماكس تيرم. وده عندنا ايه؟ الميد تيرم وايه؟ والماكس تيرم. تمام؟ طيب يبقى التروث تيبل اتعلمت موضوع الميد تيرم والماكس تيرم، وبالتالي اتعلمت ان انا اعبر اوجد اكسبريشن للفانكشن بتاعتي، اعمل اكسبريشن للفانكشن بتاعتي بدلاله الانبوتس. يبقى خلي بالك بقى معايا اي فانكشن ليها بارامترز. ايه ده الكلام ده؟ يعني ايه؟ يعني ممكن يكون عندي فانكشن ليها كام بارامتر؟ سيمبل بارامتر يبقى اسمها اف اوف اكس. لو ليها 2 بارامترز يبقى اف اوف اكس وواي. لو ليها 3 بارامترز اند سو اون. انا بعمل ايه؟ انا بجيب اكسبريشن للفانكشن دي بدلاله البارامترز. بجيبها عن طريق يا اما البنترز او الايه؟ او الماكس تيرز. زي ما اتفقنا الاسبوع اللي فات بجيبها بدلاله البنترز او بدلاله الايه؟ الماكس تيرز. طب تاني الميد تيرم بيبقى بستخدمه امتى؟ بستخدمه عن القيم بتاعت الفانكشن اللي هي كام؟ 1. والماكس تيرم بيبقى مقابل للقيم اللي هي الايه؟ ب 0 في 1. كنا اتعلمنا الكلام ده الاسبوع اللي فات، وانت على فكره هتلاقيني قاصد ان انا حاطط لك مسائل الشيت هي عباره عن كل مسائل الكتاب. بص انا شفت الشيت خلي بالك يا جماعه ال ام اس اللي هو الليرننج مانجمنت سيستم كل طالب
فولدر تالت هتلاقي فيه الشيتس انصار. واضح الكلام؟ تمام؟ يبقى هتلاقيني قاصد ان انا حاطط لك كل المسائل بتاعت الكتاب عشان انت تتمرن في الحلقه، زي ما اتفقنا ان انت لازم تحل المسائل كلها بايدك. ماشي؟ لازم تحل المسائل كلها بايدك وحدك. طب افرض احنا في المحاضره المعيد في كده مساله، في سؤال فيه اربع نقط، المعيد حل لنا نقطتين. طب والباقيين؟ ما هو كده مش معناه هو غلطان، لا. هتلاقي حل لك نقطتين اللي هم فيهم افكار، والاثنين التانيين افكار مشابهه لوحدهم. بس انت تعمل ايه؟ مش تسيب الموضوع كده، لازم تروح وانت بتذاكر تحل. لو لقيت مشكله ولا حاجه ترجع لنا. ترجع لنا يعني ايه يا باشمهندس؟ احنا اتفقنا ان نشوف المعيد هتلاقي قايل لك على الاوقات اللي هو موجود فيها في الكليه الاوفيس اورز بتاعته، وانا قلت لك انا موجود في الكليات. لو في اي حاجه تجيلي او تبعت لي ايميل تعرف انا موجود في الكليه امتى، هقول لك انا موجود في اليوم الفلاني الساعه كذا، تجي لي تسالني المشكله بتاعتك بغض النظر اي مشكله. واضح الكلام؟ واضح؟ تمام. طيب تعال نرجع بقى تاني لموضوع اللي هو بقى مسميه النهارده اسمها جيل ليفل ديموزيشن. اسمها ايه؟ يتكلم بقى معايا جيل ليفل. هنتفق من دلوقتي، هنتفق من دلوقتي ان احنا بناخد طريقه او ميثودولوجي. خلي بالك احنا ما بناخدش بازلز. تعرف بازلز يعني ايه؟ تخش حجية. يعني احنا بناخد ايه؟ طريقه، بنتعلم طريقه وبننفذ الطريقه دي عشان نحل بيها المسائل. بننفذ الطريقه عشان نحل بيها المسائل. تعال نشوف ايه الهدف من موضوع الجيت ليفل مينيمايزيشن. الهدف من موضوع الجيت ليفل مينيمايزيشن هو الاتي. احنا قلنا ان احنا رقم واحد لازم يكون عندي ايه؟ تروث تيبل. لازم يكون عندي ايه؟ تروث تيبل. بجيبه منين؟ بجيبه من تعريف المشكله. تاني يعني ايه بجيبه من تعريف المشكله؟ يعني انا بعمل برنامج للضرب. بضرب ايه في بي. يبقى خلاص بعمل جدول كده، بعمل جدول. لما الاي تكون بكذا والبي تكون بكذا الناتج يكون كذا. ده اسمه ايه؟ ده اسمه تروس تيبل. ده اسمه ايه؟ تروس تيبل. عملت تروس تيبل يبقى انا عرفت انهي ريكورد اللي الفانكشن فيه بواحد وانا ريكورد الفانكشن فيه بزيرو. انا ريكورد الفانكشن بواحد وانا ريكورد الفانكشن فيه بزيرو واحد. طيب بعد لما انا عملت الخطوه بتاعت التروس تيبل عايز بقى بعد كده اعمل ايه؟ اعمل اكسبريشن للفانكشن. عايز اعبر عن الفانكشن اف بدلاله الانبوت بارامترز. تاني يعني الفانكشن بتاعتي لو هي فانكشن في اكس 1 واكس 2 واكس 3 عاوز اجيب اكسبريشن للفانكشن بدلاله اكس 1 واكس 2 اكس 1. تمام؟ طيب الاكسبريشن بتاعي ده لازم يكون مينيمال. لازم يكون ايه؟ مينيمال من حيث عدد الفاريبلز او البارامترز، وايه تاني؟ ومن حيث الايه؟ الاوبريشن. من حيث الاوبريشن. طيب بعد لما بجيب بعد ما اجيب الاكسبريشن ده هعمل بيه ايه؟ اجي بعد كده اعمل الديجيتال سيركت اللي بتمبلمنت الايه؟ الفانكشن. اللي بتمبلمنت الايه؟ الفانكشن دي. يبقى انا تحولت من مجرد اناليسيس في الاول عملتها وديزاين، بعد كده اعمل له ايه؟ امبلمنتيشن او رياليزيشن. امبلمنتيشن او ايه؟ او رياليزيشن. طيب وكنا قلنا في الاسبوع اللي فات قلنا ان الامبلمنتيشن بتاعي هيكون باستخدام الجيتس اللي هي المتاحه بالنسبه لي. كلمه الجيتس المتاحه دي يعني ايه؟ يعني شوف ايه الموجود وانا هستخدمه. النهارده ان شاء الله في المحاضره هنعرف ان الافضليه ليه الناد والايه؟ والدور جيتس، وهنعرف نثبتها. هنعرف الافضليه
طيب تعال نشوف انا هعمل كيه ليفل مينيمايزيشن باستخدام ما يسمى بالكيه الكيه دي. تعال نشوف التو فاريونت كيس. تعال ايه التو فاريونت كيس دي؟ يعني انا عندي الفانكشن اف هي فانكشن كيس 1 فانكشن في كيس 1 وطالما ان انا عندي تو فاريونت عن ايه؟ تو فاريونت يبقى انا عندي كام ترم؟ كام ترم محتملين؟ اربعه من ترم. الكلمه بتاعتي بتقول ايه؟ بتقول لي ركز بقى معايا. يبقى انا عندي تو فاريونت يبقى انا عندي كام؟ اربعه من ترم. اربعه ايه؟ من ترم. في الحاله بتاعت التو فاريونت هي الناحيه دي بتاعت اكس والناحيه دي بتاعت واي. طيب يعني ايه برضه الكلام ده؟ الصف ده هو لما اكس يساوي 1 والصف ده لما اكس يساوي 0. الصف ده لما واي يساوي 1 والصف بقى ده ايه؟ العمود او الكورب. الكورب ده لما واي يساوي 1 والكورب ده لما ايه؟ واي يساوي 0. طيب خلي بالك لما كان اكس 0 وواي 0 ده سميناه ام 0. لما كان اكس 0 وواي 1 سميناه ام 1 و1 ام 2 و ام 3. شفت الترتيب؟ يبقى ده الايه؟ ده الترتيب بتاعك. خلي بالك بقى معايا. طيب عايز بس افكرك، عايز افكرك. فاكر ام 0 كان بايه؟ ام 0 كانت اكس برايم واي برايم. ام 1 كانت اكس برايم واي. ام 2 كانت اكس واي برايم. ام 3 كانت اكس واي. يبقى ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه لايه؟ للتو فاريونت كيس. دي ايه؟ التو فاريونت كيس. طيب تعال نشوف المثال ده، تعال نشوف المثال دوت. ركز كده معايا. انت دلوقتي عايز تاخد اكسبريشن مينيمال للفانكشن. عاوز ايه؟ اكسبريشن مينيمال للفانكشن. طب لو انا عندي فانكشن على كده يبقى فاهم الكلام ده معايا؟ دايما هو هيديني التروث تيبل، دايما هيديني التروث تيبل زي ما اتفقنا. وان التروث تيبل طلع لي كده، بص كده معايا اهو، ادي اكس وادي واي، وفرق هنا قيمه اكس هتبقى كده، وهنا قيمه واي. بس انا خلي بالك بقى عاملها ازاي؟ يبقى الصف ده بتاع اكس، الصف ده بتاع اكس برايم، العمود ده بتاع واي، والعمود اللي جنبيه بتاع ايه؟ بتاع واي برايم. العمود ده بتاع ايه؟ بتاع واي برايم. افرض هو الداب فانكشن، الداب فانكشن هنا بواحد وهنا بزيرو، هنا بزيرو وهنا بزيرو. ركز كده معايا، يبقى خلينا كده انت من التروث تيبل، التروث تيبل بتاعك طلعت البنت عندي هنا بزيرو وهنا بزيرو وهنا بزيرو وهنا بايه؟ بواحد. على طول يبقى الفانكشن دي بتساوي احنا هنستخدم الطريقه بتاعت الايه؟ السم اوف مين تيرمز. احنا قلنا الاسبوع اللي فات قلنا ان احنا عندنا طريقتين، عندنا ايه؟ طريقتين. يا اما ان انا الفانكشن بتاعتي بعملها سم اوف مين تيرمز وكل مين تيرم عباره عن برودكت. بص كده انا بقول ايه؟ سم اوف برودكت. عامل ايه؟ سم اوف برودكت، وكنت بكتبها هنا كده سيجما، وجوه هنا بكتب الايه؟ المين تيرمز. او الطريقه الثانيه بتقول ان اف بتساوي البرودكت اوف سم. يبقى خلي بالك بقى، بص الثانيه فوق اسمها ايه؟ سم اوف ايه؟ اوف برودكت. واسمها ايه؟ برودكت اوف ايه؟ اوف سم. كنا بنكتبها باي. باي قلنا يعني ايه؟ باي يعني يا شباب؟ باي الكبيره دي يبقى اسمها ايه؟ اسمها برودكت. الباي الكبيره اللي هي ايه؟ اللي هي برودكت. خلي بالك معايا، اذا هنا في الحاله دي عباره عن ايه؟ انهي مين ترم ده؟ ده مين ترم؟ ام 3. ده اللي هو ايه؟ ام 3. يبقى اف بتساوي ام 3. دي الطريقه بتاعت الصم اوف مين ترم. دي اسمها ايه؟ الصم اوف مين ترم. او ممكن اعملها كده صم وهنا رقم 3 بس.
ده رقم يعني هو ده رقم واحد بس. طب التلت ده عباره عن ايه؟ اف هتساوي اكس بار او اكس دوت بار لوج. يبقى ان التلاته عباره عن ايه؟ اكس اند واي واحد. يمكن انا اتجاوزها تقول اكس في واي على اساس متعودين احنا، لكن احنا عارفين دي اسمها ايه؟ اكس اند واي. اكس ايه؟ اند واي واحد. طيب تعال نشوف مثال تاني، تعال نشوف مثال تاني. قال لي اف بتساوي صم اوف اني مين تيرمز بقى؟ خلي بالك بقى معايا. الصم اوف واحد واثنين وثلاثة. خلي بالك. كان السؤال هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي اوجد مينيمال اكسبريشن، بيقول لي ايه؟ اوجد مينيمال اكسبريشن للفانكشن اللي هي قيمتها واحد عند التيرمز اللي هي واحد واثنين وثلاثة. وزيرو عند مين؟ هي كده قيمتها بزيرو عند مين؟ عند الترم ام زيرو. عند الترم ايه؟ ام زيرو. نفس الحكاية بقى. هعمل الكلمة بتاعتها هات الكلمة. أرجوك بقى ركز معايا. آدي اكس وواي أو زي ما اتفقنا الصف ده بتاع اكس، الصف ده بتاع واي، الصف ده بتاع واي برايم، وده بتاع اكس. ده أنا عارف بص كده، بص أنا عارف إيه؟ رقم الترم هتقف في الترم. زيرو واحد اثنين ثلاثة. يعني بالخط كده رفيع، بالخط رفيع كده ايه؟ رقم الترم. يبقى هي هنا قيمتها واحد وهنا قيمتها بكام؟ زيرو. قيمتها بكام؟ زيرو. بالطريقة بتاعت الأسبوع اللي فات، ركز كده معايا، بالطريقة بتاعت الأسبوع اللي فات كنت بقول إيه؟ إن الإف بتاعتي بتساوي إم واحد زائد إم اتنين زائد إم ثلاثة. دي طريقة الأسبوع اللي فات. دي طريقة الأسبوع اللي فات. اللي هي عبارة عن إيه؟ اللي هي تساوي إم واحد اللي هي عبارة عن إكس برايم واي زائد إم اتنين اللي هي عبارة عن إكس واي برايم، إم ثلاثة اللي هي عبارة عن إكس واي. نستخدم الطرق بتاعت الريدكشن اللي هي كلاسيكال بقى. يبقى الكلام ده عبارة عن إكس برايم واي زائد كأن الإكس هنا عامل مشترك يبقى هنا إكس. طلع هنا واي اور واي برايم. يبقى الكلام ده عبارة عن إكس برايم واي. وهنا أنا عارف إن واي اور واي برايم هو واحد. يبقى دي بإكس. يبقى الكلام ده عبارة عن إيه؟ كنا إحنا خدنا خاصية بتاعت التوسيع المتكلم. الخاصية بتاعت التوزيع ديستريبيوشن يبقى هي عبارة عن اكس اور اكس برايم اكس اور واي. يبقى الكلام ده عبارة عن ايه؟ اكس اور واي. نخلي بالنا نخلي بالنا دي الطريقة الكلاسيكال. دي الطريقة ايه؟ الكلاسيكال. صح كده؟ بص بقى خلي بالك بقى يوسف الكيمياء أعمل خلي بالك ده أنا في بعض المسائل هيبقى عندي خمسة فاريبلز. طب متخيل خمسة فاريبلز هتبقى عاملة إزاي؟ هعمل إيه؟ مش هقدر خمسة فاريبلز أمشي بالطريقة دي هتبقى صعبة شوية. هتبقى إيه؟ في طريقة تانية أسهل؟ بص معايا باشمهندس مش هقعد المحاضره انا هقول كل واحد بتاع الاستاذ شو هقول في عندنا حاجات مهمه نعملها. لو انت في حاجه ثانيه تختلف بدون احراج. طيب بص بقى معايا ركز. مش انا عن طريق الكيمياء الماديه اقدر ابص على كل سيل واعرف هي تبع اكس ولا اكس برايم ولا واي ولا واي برايم. بص انا هعمله يعني انا مثلا على طول من الكيمياء دي اقول ان هي الاف بتاعتي بتساوي اكس. ليه بقول ان هي بتساوي اكس؟ بمجرد النظر. ليه؟ لان هي فانكشن دايما
और ये बात बस कर रहा है और वो ये बताए और हम ले एम डेट मारा विषम तरुआ विषम जगह तरुआ ये बताए क्या कर रहा है ये बना एम डेट क्या ना ये बना फोक्स हम बता दी ये मेरे लिए सब एक्स एम वो ले वो ले तो तू फोक्स हम वो है लव मोवर वाला बच्चा है बच्चा ये बना ख़ास बिमोगर كم متر؟ 8 كم متر؟ 8 هي 2
ده اللي بيحصل. ودي الناحية بتاعت الوازن. الإكس الناحية دي وازن الإيه؟ الناحية التانية. طب أنهي صف بتاع إكس؟ الصف ده هنتفق إن هو بتاع إكس، وده بتاع مين؟ إكس برايم. اللي هو بتاع إكس بتاع إيه؟ إكس برايم. طب فين واي؟ العمودين دول بتوع واي. العمودين دول بتوع واي برايم. العمودين دول بتوع ايه؟ واي برايم. الزد فين؟ الزد ناحية. خلي بالك مرة واحدة. العمودين دول بتوع زد. العمود ده بتاع زد برايم. نفس العبارة العمود ده بتاع مين؟ بتاع زد برايم. ماشي؟ خلي بالك. يبقى احنا اتفقنا كام؟ يبقى في كل الصف ده الاكس بكام؟ واحد. يبقى في الصف ده كله الاكس بكام؟ واحد. في الصف ده كله الاكس بكام؟ زيرو. طيب في العمودين دول الواي بكام؟ واحد. في العمودين دول الواي بكام؟ زيرو. نفس الحكايه العمودين اللي في النص دول الزد بكام؟ واحد. هنا وهنا الزد بايه؟ زيرو. يبقى بالترتيب كده بالترتيب البنترز بالترتيب عامله ازاي؟ بص كده معايا زيرو واحد اثنين ثلاثة. ده المربع أربعة، ده خمسة، ده ستة، وده إيه؟ سبعة. طيب استنى اتفقنا؟ خلي بالك باشمهندس اللي بيتكلم، احنا متفقين من الاول ان احنا ما عملناش بازلز، مفيش فوازير هنا، احنا بنقول طريقه مش هنقول طريقه. طيب احنا عارفين ان الترم رقم سبعه الاكس والواي والزد بواحد، صح ولا لا؟ طب الكلام ده متحقق هنا ولا لا؟ لا. بص بقى اهي السبعه دي عندها الاكس بواحد والواي بواحد والزد بواحد، صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ فهمت يا فهمت الترتيب ايه صح ليه؟ لان انت حاطط الزد في النص. واضح الكلام؟ يبقى تاني ايه؟ عايز اتاكد الكلام اللي انا عامله صح ولا غلط؟ احنا عارفين ان عندي سبعه الاكس بواحد والواي بواحد والزد بايه؟ واحد. يبقى ده صح. تمام؟ طيب عند الثلاثه، عند الثلاثه الواي بواحد والزد بواحد، الاكس بكام؟ الاكس بصفر، لان هم في الترتيب اكس وواي وزد. يبقى عندي ثلاثه لازم الواي بواحد وايه؟ والزد بواحد. لازم الواي بواحد وايه؟ والزد بواحد. فهمت الترتيبة دي؟ فهمت ترتيبة؟ طيب فهمت ترتيبة يا باشمهندس؟ يبقى خلي بالك بقى معايا تاني، يبقى دي الصغير في حاجة بص ايه؟ كيس. تعالى ناخد مثال. طيب ناخد ريسك خمس دقايق يا جماعه، ريسك خمس Thank you.
خلي بالنا بقى تاني، خلي بالنا تاني يا باشمهندس، عشان لو انت مش واخد بالك او كده دي مسؤوليتك. الحاجه الكورس ماتيريال كلها محطوطه على ال ام اس، مندوب الدفعه زميلنا عمر واخد كوبي من الحاجات دي وحاططها على الدرايف. ماشي؟ لو حد من زمايلنا مش موجود وما بيعرفش المحاضره وما سمعش، فيا ريت لما انت تشوفه يعني قول له علشان الزماله مش عشان حاجه ثانيه. هو فكره اقول له خلي بالك الكورس اللوجيك عملوا كذا كذا، لان في بعض الناس للاسف بيبقى مش عارف وما سالش وفجاه يقول لك انا ما اعرفش. لا، انت لازم تبقى عارف. تاني، المحتوى بتاع الناس مسؤوليتك انت. واضح الكلام؟ واضح؟ طب يعني ما بعملش حاجه من وراك، يعني ما بروحش احط حاجه على الناس وانتوا مش عارفين. واضح الكلام؟ اي حد عنده مشكله في الاكونت بتاعه يشوف الناس بتوع الاي تي ويحلها. واضح الكلام؟ الكلام ده مهم يا شباب. واضح؟ تمام، دي حاجه. تاني حاجه، اي حد عنده سؤال من اي نوع سواء في اللوجيك او في اي حاجه، يا اما تسال الدكتور بتاع الماده او تروح للاكاديميك ادفايزر بتاعك. من المفترض ان كل واحد عارف اسم الاكاديميك ادفايزر بتاعه والمواعيد بتاعته. واضح يا جماعه؟ عشان لو في اي مشكله او حاجه نحلها بسرعه. طيب، تعالى بقى ناخد مثال على الكلام الفيروس. ناخد مثال على طيب، مثال بيقول لي الفانكشن ليفت فانكشن في اس وبار وزد، وهي عباره عن سبليشن بتاع 2 و3 و4 ايه؟ الفانكشن بتاعتي الميد تيرمز بتاعتها 2 و3 و4 و5. طبعا في كل مساله لازم انت ترسم الكي ماب بتاعتك، لازم ترسم الكي ماب بتاعتك 2 و3 و4 و5. يبقى 2 و3 و4 و5. طب الملايين بكام؟ صفر. طبعا مش هنعمل الموضوع، طبعا الرسم بتاعنا الرسومات والحاجات اللي هنعملها دي تكون بشكل واضح يعني كبير، خط كبير وواضح. طيب، يبقى انا دلوقتي على طول بقى ركز كده معايا، اخد مين مع مين؟ مش مهندس اقول ايه؟ يعني مش مهندس اقول ايه؟ اقول زي ده؟ هات الحاجة، اقول زي ده؟ يبقى انا لما اخد من 3 فاليوز هاخد 2، يبقى انا متوقع
خلي بالك بقى. يبقى تاني لازم نرسم الكلمات. كل مسألة لازم نرسمها الكلمة بتاعتها. مش هنزعل احنا نحطها في الوقت. أهي. واحد اثنين
الاتفاق بقى دلوقتي محدش فينا معترض على الترتيب، صح؟ حد فينا معترض على الترتيب؟ ومقتنعين بيه، تمام؟ عرفنا ان هو جه منين؟ يعني احنا دي مش مقتنعين. طيب خلي بالك بقى معايا تاني، عندي ثلاثة وأربعة وستة وسبعة. ثلاثة وأربعة وإيه؟ وستة وسبعة. الباقيين زيروس زي ما اتفقنا. طيب خلي بالك بقى. نعم. كلام؟ طيب اتفضل. هاخد مين بقى؟ طب ما نلف بتاعتي اكسب. قول يا مصطفى. 3 مع 7. اخد 3 مع 7 اللي هم دول كده تمام. دول عباره عن ايه؟ دول عباره عن واي وزد. اذا ما هو بص كده خد البرايم فيجر بتاعهم هنا ده موجود في المنطقه بتاعت واي وفي نفس الوقت المنطقه بتاعت ايه؟ زد اللي اسمه ايه؟ واي زد. بعدين اخد مين؟ أربعة ولا أربعة؟ أربعة مع مين؟ مع ستة. أنا هاخد ده كده تمام؟ أنا هاخد معاك تمام كده أهو. أربعة مع ستة تمام؟ دي عبارة عن إيه؟ تمام. أنا عندي ثلاثة إكس إيه؟ ستة فايف. تمام؟ واضح؟ عرفت عرفت معانا ايه؟ ده عباره عن ايه؟ عباره عن 3 فاريبلز. طيب معانا اخر حد من سنة؟
وفي السنة الثانية طيب انا اشوف كده يبقى انا عايز عن زيرو وعن اثنين وعن اربعه وخمسه وسته. طيب لازم اتكلم عن ايه؟ اف اي سيفن استنى حتى لك يا شباب نعمل ايه؟ حتى تقول يا فرنسا هاخد مين مع مين؟ رقمهم كام؟ هاخد مين؟ اثنين وست وايه تاني؟ وزيرو اربعة. طب انا الاحيان كده ايه؟ والاحيان هاخدهم مع بعض اللي هم بيمثلوا مين؟ بيمثلوا مين؟ زد الكرة تمام. يبقى الفانكشن بتاعتي بتساوي واحد لما الزد برايم واحد، صح ولا لا؟ لما الزد برايم ايه؟ هو واحد تمام؟ ايه تاني؟ أو مين مع مين؟ أربعة إيه؟ خمسة اللي هو ده تمام؟ واو يبقى أنا عامل إيه؟ آخد ده اللي هو بيمثل إكس مع مين؟ مع مين؟ باور اكس مع مع وول برايت. اتفضل. الملحوظه دي مهمه قوي. تمام. خلي بالك تعال نشوف سؤال تاني. خلي بالك انت كل لما بتساوي عدد الوانس اللي انت بتاخدهم جنب بعض كل ما بتقلل عدد الفاليوز. تعرف شوف ازاي؟ بص كده لما انا خدت اربعه مع بعض سلمت كام فاليو؟ واحد. يبقى اربعه فاليوز يديني كام واحد؟ كام بارامتر هنا؟ بارامتر واحد. لما استخدمت اثنين اداني هنا ايه؟ اثنين. لما استخدم واحد بس اديني ايه؟ ثلاثة. يبقى انا احسن لي ان انا استخدم اثنين بدل واحد. احنا قلنا ايه هدفنا؟ ان انا اقلل عدد البارامترز واقلل ايه؟ الاوبريشنز. تمام؟ طيب كده ده مهم جدا. برافو. لكن لما انا خدت ده مع
يا باشمهندس ما احنا اوريدي خدنا استغلينا الملاك وده واقع في المنطقه بتاع سد ابراهيم. اي حاجه بنعملها عندنا قبل كده هتلاقي بنزود عدد الترمات وعدد البدل. واضح؟ مين اللي يسمع زد اليوم؟ ماله؟ دي موجوده في الاكس والواي اكس والواي براين وفي نفس الوقت هي متكرره مع الزد والزد براين. يبقى حتى لو انا كتبتهم الاثنين مع بعض هيديهم. طيب تعال نشوف الزد ده. بص كده عليها تاني عشان
تنزل بالبلد. ها راجع كده بتعملها تاني عندك؟ ها تمام؟ طيب يلا اعمل اكسبريشن للاف بدلاله الاي والبي والسي. عايز كده نرفع او سي دي بناء على ايه؟ ايوه احط اربع سيلز دول مع بعض. شفتي بقى انا عندي هنا ايه؟ اربع سيلز ادجسنت لبعض قريبين من بعض هم الاربعه. خلاص كده اوكي؟ ده معنى ايه؟ الريف هتساوي سي اسمها اور واحد اور. ها ايه؟ بص يا استاذ
ده لو خدت السيل لوحدها يبقى ليا مدين 3 باراجرافز 3 لترز، هضطر بعد كده ان انا اعمل ريدكشن. صح؟ طب احنا عاوزين نختار ده ريديوس على طول، وانت بتكتبه وانت بتعمل ريدكشن تاني، ما احنا بنسميه كيمياء ليه؟ ما كنت عملت ريدكشن من فوق خالص. يبقى كيمياء كانت ايه؟ الكيمياء تاني، الكيمياء لازم اكبر عدد من الاجسام وانس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا افضل حاجه ان انا اخد تو سيلز جنب بعض، اثنين او اربعه. انا مش هعمل واحد دي، مش هعمل السيل دي الا في حاله واحده. ايه هي؟ قول لي هنا في هنا افرض انت عارف هنا لو موجوده، لو ده موجود في اي حته ثانيه، مفيش اي حته ثانيه تخليها تكون واحده. يعني مفيش اي سبب يخليها تكون واحده الا لو هو ديسكونكتد عن الاخرين. عارف ديسكونكتد يعني ايه؟ هو في حته وهو في حته. فاهم يعني ديسكونكتد؟ لكن مش دي الكيس، هو كونكتد معاهم اهو. طالما ان هو السيل ده كونكتد مع حد موجود معاه في نفس الصف او نفس العمود، بس ما يعرفش الناس. ليه؟ لان انا لو عملتها كده لوحدها 3 لتر هضطر ان انا اعمل ايه؟ اختصر بقى وانا اصلا لو انت عملت كده انا عظيم اصلا. ماشي؟ عشان ما تعملهاش. واضح القاعده؟ واضح؟ اتفضل. هنيجي بقى بعد كده بعد مثال. طب ايه يا باشمهندس؟ هعمل ايه؟ اول ثلاثة دول مع بعض تحت اي مسمى؟ احنا كنا قلنا يا اما في اسفل حتى تاخد سن واحدة او اثنين او اربعة. مفيش اكسبريشن واحد، يعني مفيش ترم واحد اقدر اعبر فيه عن الثلاث مع بعض. لازم ترمين. تنفعوا؟ بص لها هنا شويه، لو تنفع قول. نعم. ايه ده بس؟ تنفع لو الاربعه دول في واحد. لو الاربعه احنا قلنا تاني. الجروب هتنفع لو عندي ترم، لو عندي سيل واحد او اثنين او اربعه. واضح؟ طيب
بص معايا بقى. فوق بلد معناها عندي كام بلد؟ 16. يعني عندي 16 سنة. عندي ايه؟ 16 سنة اهو. Thank you.
ما انت عندك اثنين مين؟ تعالى تجيب يا تزعل. Thank you.
ده دول اسمهم ايه؟ دول اسمهم ايه؟ ها؟ اسمهم ايه دول؟ موجودين في الكورب بتاع مين؟ واي فاي. يعني الفانكشن بتتلعب واحد لما الواي فاي واحد. صح كده ولا لا؟ الفانكشن بتتلعب واحد لما الواي فاي بتتلعب واحد. ايه تاني؟ اعمل ايه تاني؟ اعمل ايه ها؟ اخد ايه؟ السين دول مع الفرق من الناحية ليه؟ تاني ليه؟ دول موجودين في الناحية بتاعت جنب الرايت صح؟ ناحية مين؟ الكورس مين؟ جنب الرايت مع مين؟ مع زين الرايت يبقى الأربعة يا شمس تتكلم يبقى عندك الأربعة سيلز الأجسد يدوني كام لتر؟ اثنين والتمانية يدوني كام؟ واحد يبقى الأربعة يدوني اثنين والتمانية يدوني ايه؟ واحد. طيب الفضل دوت أخده لوحده خلي بالك ده لو أنا أخدت الواحد ده لوحده يديني كام لتر؟ أربعة. في التلاتة كانت السلة لما اخدها لوحدها تدي كام كيلو؟ ثلاثة. هنا لو انا خدت سلة واحدة هدي كام لتر؟ أربعة. لو في مصلحتي أعمل إيه؟ أشوف أقرب واحد ليه اللي هو ده؟ آخده مع مين؟ آخد بقى الاثنين دول مع مين؟ مع الاثنين دول صاروا من الناحية التانية اللي هي مين بقى هنا؟ ديت موجودة في الروز بتاعت اكس مع مين؟ مع مين؟ مع زد الواحد. اسمك ايه يا باشمهندس؟ اسمك ايه؟ وانا اديك بس عشان نتكلم في الموضوع ده. انا عليك بسيط يعني. خلي بالك انا يعني هتعامل معاكم كويس عشان تبقوا كويسين. عايز ايه؟ لو في طريقة تانية اديتني نفس عدد الليتكس هينفع؟ ايه؟ لو طريقة تانية اديتني نفس عدد الليتكس عادي بطل ولا ايه؟ هسألك سؤال. زميلنا بيقول لي هو الحل بتاع دي دلوقتي حل وحيد؟ الحل المينيمال حل وحيد لكن في حلول تانيه مش مينيمال هتحتاج ريدكشن متفقين؟ متفقين؟ يعني انت دلوقتي رحت انت عملت ايه؟ خدت الاثنين دول بس لو انا هنا خدت اثنين بس هيديني كام لتر؟ تلاته بس ده الحل المينيمال؟ لا مش مينيمال ليه؟ لان انا باخد دول مع دول هيدوني 2 لتر فهمت؟ طيب لحد دلوقتي كده كويس يبقى احنا دلوقتي قدرنا نعمل مينيمايزيشن باستخدام ما يسمى الكي ماب ماشي؟ ولقينا ان هي اسهل بكتير من ان انا استخدم الايه؟ استخدم البوليان الجبرا صح ولا لا؟ اسهل ان انا استخدم الايه؟ البوليان الجبرا هناخد ريست خمس دقايق بعد الريست ان شاء الله هناخد ازاي اعمل ديجيتال لوجيك ديزاين يلا Thank you.
لريتم ان اكون ليمون يوسف كندان وعادل سالم ايه؟ يبقى خلي بالك معايا تاني اهو، ادي اول
يبقى 16 مليون وادي في 16 بص بقى الفانكشن بتاعتك اللي هي عباره عن فانكشن في ايه ومي وسي ودي كان ال 16 الاولانيين دول بتوع الايه؟ بيساوي صفر يعني اي سن هنا تبع ايه برايم؟ اي سن هنا تبع ايه؟ ايه برايم؟ هنا تبع ايه؟ بيتصور راجل دي حاجه تاني حاجه البي مكانها فين؟ البي مكانها هنا زي ما اتفقنا يبقى ادي مكان البي فين مكان البي برايم؟ ادي مكان البي برايم ادي نفس الحكايه مكان البي برايم حاول تعمل خط كده فاصل يعني نروح طيب السي مكانها فين؟ اهي السي ده فين السي برايم؟ ادي السي برايم نفس الحكاية هنا تمام؟ الدي مكانها فين؟ الدي مكانها فوق اهو ادي دي برايم دي برايم ها؟ اشتغلنا غلط، يعني خلينا نجيب
كلام واضح؟ يبقى خلي بالك في موضوع ايه؟ العقل. ماشي؟ يبقى تاني بقى. علشان اخد المثال ده في مره عشان مش ناقصنا حاجه. لو انا لقيت فانكشن عامله ايه؟ واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا والناحيه الثانيه او الوان سيل هتاخد كام لتر؟ خمسه.
بالارقام، بالارقام اللي هم مين عاملينهم؟ 13 9 13 و9 اللي هم دول؟ 29 و25 ايوه بالظبط. كان دول معلومة دول اخترتهم. ليه بقى؟ ليه؟ موجودين قصاد بعض اهو. موجودين في انهي ناحية يا باشمهندس رد بقى؟ اي بي دي برايم. اي بي اي بي بي دي برايم. دي برايم. دي برايم؟ اه ايه. دول موجودين فين؟ أول حاجة دول موجودين في المنطقة بتاعت بي والمنطقة بتاعت اي والمنطقة بتاعت دي برايم. تمام. هل هنا اكتب ايه او ايه برايم؟ لان هي مشتركه موجوده في هما الاثنين، واحنا قلنا ان احنا عاوزين نسمبليفاي على قد ما نقدر. عاوزين ايه؟ نسمبليفاي على قد ما نقدر. تمام؟ صح؟ على نفس الرموز، نفس الرموز. قول اسمع زميلتك اللي بيتكلم انا اربعة دول. خلي بالك احنا دايما قلنا ايه؟ بنعبر عن اي حاجه كانها انترسكشن ما بين الريجنز. صح ولا لا؟ خلي بالك ازاي بقى؟ تعالى ناخد الاثنين دول بس بقى. قولي لي دول مشتركين ما بين مين ومين؟ دول موجودين عند بي و اي وفين تاني؟ موجودين في بي و اي تاني و ايه تاني؟ ودي برايم. موجودين في بي و اي ودي برايم. ده هنا ونفس الحكايه هنا. صح؟ لا لا لو انا عندي دول موجودين هنا بس ومش موجودين هنا لازم اقول بي وإي ودي برايم وإيه. لكن هم موجودين عند إيه بتساوي وعند إيه بتساوي زيرو، يبقى هنا معتمدين على إيه؟ فهمتي؟ تمام. ها واضح الكلام؟ واضح؟ يبقى تاني بقى زمان بقى معانا تاني. باشمهندس اللي بيبص على الموبايل. ممنوع استخدام الموبايل في المحافظة. خليك معانا. ازاي بقى مش بياخدوا بعض؟ بياخدوا بعض. خليك معانا. أول 16 سيل اللي هي الكريدت الاولانيه دي كانت في الليل و 16 سيل التانيين موجودين في الليل دي فبقى مصنع نفس المكان نفس المكان ده بالظبط كانها عباره خلي بالك بقى معايا كانها 3 دايمنشنال صح ولا لا؟ كده حطيت دي في لير وحطيت دي في لير اللي في دي حطينا في لير في لير اللي في دي طيب يبقى احنا دلوقتي عملنا مينيمايزيشن عملنا مينيمايزيشن للفانكشنز اللي هي فيها 2 values و 3 و 4 و 5 values. الهدف اللي احنا بنعمله ايه؟ احنا قلنا تاني ان احنا نبني تروث تيبل. عندنا تروث تيبل بتاع الفانكشن هدفنا ان احنا نجيب اكسبريشن للفانكشن اللي عايز اقول اكسبريشن للفانكشن بتاعتي ده فانكشن في الايه؟ في الفاليوز او البارامترز بتاع السيستم. طيب هي الفاليوز او البارامترز بتاع السيستم دي عباره عن ايه؟ عباره عن انبوتس او السويتشز
الانبوت بتاعت ايه؟ 1.0. واحنا اتفقنا ان 1.0 ده عباره عن ايه؟ سويتش. صح ولا لا؟ لما يكون فاليو عباره عن 1.0 عباره عن ايه؟ كانه سويتش. كانه ايه سويتش؟ لما يكون الاوتبوت بتاعي اللي هو الفانكشن بتاعتي اف قيمتها ايه؟ 1.0. قيمتها ايه؟ 1.0. هشوفها ازاي؟ لانها عباره عن ليه؟ لانها عباره عن ايه؟ ليه؟ الليه دي لو اون يبقى فانكشن واحد، لو اوف يبقى فانكشن زيرو وهكذا، ده نوع من الايه؟ من التخيل يعني. طيب هدف ان انا اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اكسبريشن للفانكشن بتاعتي بدلاله ايه؟ الفاليوز بتاعتي. الاكسبريشن ده لازم يكون مينيمال مينيمال في ناحيه الليترالز او البارامترز ماشي، ويكون مينيمال من ناحيه الايه؟ الاوبريشن. اقل عدد من البارامترز او الليترالز واقل عدد من الاوبريشن. واضح الكلام ده؟ طيب خلينا نقول لك حاجه، خلينا نقول لك حاجه. افرض دلوقتي واحد جاب لك مساله فيها 6 فاليوز، مش قضية، هتقولي مش قضية دلوقتي. هتقطع عليها أي واحد ومش هتقطع عليها، هقطع فرقة، صح؟ خلي بالك هنتفق على حاجة، هنتفق على حاجة. خلي بالك. هذا من الموجة اللي تقدر نرفعها اللي احنا شرحناها النهارده، هل هي طريقة ولا حالة خاصة؟ احنا النهاردة قلنا ايه؟ طريقة، خلي بالك. احنا ما بنقولش حالة خاصة. أصعب مسألة هتجيلك مش هتخرج عن الطريقة اللي احنا قلناها لك. في كل كيس لازم سواء الاثنين أو ثلاثة أو أربعة كلهم على فكرة هيكونوا نفس الطريقة. برسم الكيمات بحط الوانس بتوعي في مكانهم السليم والزيروس بتاعتي في مكانهم السليم، وباجي اعمل ايه؟ اجيب البرايم انفيجنس. ايه البرايم انفيجنس دي؟ اكبر بلوكس فيها محايد جنب بعض. كلمه جنب بعض دي اما ايه؟ نفس الصف او نفس العمود او في عمود وصف، صح كده؟ لازم بعض او كونكتد او ايه؟ كونكتد وهكذا. لما اخد سيلز جنب بعض السيلز دي ينفع عددهم يبقى ثلاثة؟ مفيش حاجة اسمها سيلز، مفيش حاجة اسمها برايم انفيجنس في ثلاثة سيلز، ما ينفعش. البرايم انفيجنس بتاعتي لما كان عندي ثلاثة فاليوز، لما كان عندي ثلاثة فاليوز كنت ممكن اخد يا اما فيها سيل واحد او اثنين او ايه؟ او اربعة او اثنين او ايه؟ او اربعة. افضل ثمانية من اربعة. لو ثمانية من اربعة صح؟ او ثمانية من اربعة ايه؟ واحد. لما اتنقلت الى اربعة فاليوز بقيت بتاعته ايه؟ وان سيل او اثنين. ينفع اعمل تو سيلز في الوضع بتاع الدايجونال؟ ما ينفعش، احنا اتفقنا الادجسنت سيل الادجسنت سيلز بتاعتي يا اما تكون في نفس الصف او نفس العمود او صفين جنب بعض واربعه او عمودين ايه؟ واضح الكلام؟ ما ينفعش البرايم انفيجنت بتاعي يكون فيه ثلاثه او سته، ما ينفعش. لازم يكون يا اما ايه؟ يا اما واحد او اثنين او اربعه او ثمانيه. صح ولا ايه؟ واضح الكلام؟ الكلام صعب. اعتقد ان الحمد لله انا اديت امثله خالصه كتير خالصه زي ما قلت ان شاء الله في الشيء. هذه المسائل اللي زي ما خلصتش انا لسه. يا مش عارف تخلص ثلاثة وثلاثة وثلاثة. بنخلص ساعة ثلاثة وثلاثة.
الجيمس ده اللي هو انتوا بتوع بعض بلوك في حته مع بعض واحد واربعه وثمانيه دول اول اربعه دول اسمهم ايه بقى؟ سي تمام.
بقى؟ ها؟ سين دي او بي سي تمام؟ فاضل ايه تاني؟ اربعة تانية ها؟ ممكن اخد ايه؟ ممكن اخد ايه؟ ايه دي؟ ايه دي؟ ايه بي؟ ايه بي؟ مين اللي بيضحك كده؟ تعالى كده يا لا مين اللي بيضحك كده يا شباب؟ اللي بعديه هو ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟
بعد كده اللي هو مين؟ اللي هو ده مع ده، ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن تيم فايف مع مين؟ مع مين؟ بس مش عارف ايه؟ هما ثلاث ارباع بس. نرجع للمدرسه وسهل؟ كويس واضح؟ يبقى انت خلي بالك في الموضوع ده، ما تضيفش حاجه زياده، ما تعملش ايه؟ حاجه زياده ولا حاجه. عشان لقيت ان انا واخد سيرو واضح؟ تمام؟ وانا لو خدت الاربعه اللي جنب بعض دول بدل الاثنين دول والاثنين دول هتطلع لي بي سي، وهيبقى نفس ال نفس عدد الاصفار ونفس عدد اللتر. احنا اتفقنا قلنا الحل المينيمال حل الوحيد. الحلول الثانية اللي فيها اللي هتحتاج ريدكشن حلول فيها. تمام؟ ماشي؟ انت ممكن تعمل اي حاجة زي ما انت عايز، بس هتضطر انت محتاج ريدكشن. واضح؟ لازم حاجة حضرتك قلت ان لما لو عدد الاصفار او الوحيات جنب بعض يبقى اسهل في المينيمال. ماشي. طب اللي لو انا خدت الاثنين دول والاثنين دول، دول صفرين ودول صفرين كلهم أربعة، ولو خدت الأربعة دول أربعة برضه. أقل حاجة اللي هما دول رقم واحد، اثنين، التالت. أقل حاجة. أنت بقى عايز تعمل إيه؟ اعمل اللي أنت عايزه. قوم مش فاهم. خلاص. قوم. هاخد عادي اللي في النص ده كله. اللي في النص ده؟ والتاني واللي ايوه واللي في واللي والطول ده ده وبعدين هيبقى فاضل لك دول ودول ولازم تكون على الاول. انا قلت لك ده زياده اللي انا كنت هقول على الاول اللي زي ما انت قلت عليها قلت لها مساحه دي ده زياده. يبقى تاني يا جماعه كام؟ الحل المينيمال دايما هتلاقي ايه؟ هتلاقي اي حاجه تانيه اللي هي فيها ده ناقصي محتاج ريدكشن هتلاقي حلول متعدده. واضح الكلام؟ يعني انا هنكتفي بفضل انت عمرك وكتبت